كتب في الأدب وأصناف الشعر والتاريخ، أخذ مبادئ العلوم الشرعية في مدينته عن الفقيه الجباري الشفشاوني ثم عن أبي عبد الله الساحلي. إنه سليمان بن محمد بن عبد الله الحواث الحسني العلمي الشفشاوني. ولد سليمان الحواث في مدينة شفشاون عام 1747 للميلاد. لازم أبا العباس أحمد الأخضر 10 سنوات درس خلالها العلوم اللغوية والشرعية وعلم الكلام والفلك والتصوف. طمح إلى الدراسة في فاس فرحل إليها وأخذ عن كبار علمائها في عصره. كان ميسور الحال فتفرغ لطلب العلم وملازمة الفقهاء والأدباء الصوفية وممارسة التأليف، وجلس للتدريس والإفتاء دون أجر. له عدة مؤلفات منها ديوان الأمداح السليمانية والبضور الضاوية، فضلا عن قرة العيون في الشرفاء القاطنين بالعيون وثمرة أنسي في التعريف بنفسي، إلى جانب الروضة المقصودة في مآثر بني سودة وغير ذلك من المؤلفات. كما له مجموعة من المؤلفات التي تؤرخ لبعض أسر المغرب أو تتطرق لبعض القضايا الفقهية والصوفية. جاء شعره انعكاسا لهذا الواقع الخاص في موضوعاته كالمديح والتهنئة والغزل والعتاب والوصف والهجاء والإخوانيات والألغاز، فضلا عن المديح النبوي والمواعظ والتشوق إلى الديار المقدسة. توفي سليمان الحواث في مدينة فاس عام 1816 للميلاد.